اهلا بحضراتكم من جديد. استاذ جمال كان قبل الفاصل بسال حضرتك عن دور الصحافه والاعلام، ليهم دور مهم جدا خلال الفتره دي مع الزمالك ومع الاهلي. الزمالك علشان بيلعب في الكونفدراليه والاهلي بيلعب في نهائي دوري ابطال افريقيا. الاعلام يا كابتن الواعي اللي هو كنا بنسميه دايما الاعلام الوطني، ده اللي هو بيعتمد على ايه؟ بيفصل بين انتماءاته الشخصيه. يعني ممكن جدا يبقى رئيس تحرير جورنان زملكاوي، بس هو عارف كويس جدا الدور اللي هو بيقوم بيه، يساند الاهلي مش بس لاسباب وطنيه، لا لاسباب انا فاكر كويس قوي مش عايز اقول اسماء، توزيعيه. يعني النهارده لما النادي الاهلي بيكسب جورنان ده كان بيتباع بعشرات الالاف، ارقام كبيره، ده حقيقي يعني. فبالتالي منطق اللي هو ايه مصلحتك انت كاعلامي او كصحفي ان النادي الاهلي يكسب، ده حاجه جميله. طبعا الدور الوطني ده مهم جدا، هو اللي زاد على الوسط الرياضي هو السوشيال ميديا. وبعض الناس اللي هم يعني اشتغلوا في المجال الاعلامي وما عندهمش الوعي، لانه ممكن اي حد يتعرض ان هو يبقى في يوم من الايام اعلامي، لكن لازم يبقى عنده الوعي اللي هو يفرق بين انتمائه وبين ان هو يطلع ايه النادي الاهلي هيلعب بكره، يجي النهارده يقعد يتكلم في اي كلام عشان مجرد ان هو وقع الدنيا شد شيء غريب جدا. انا بقول انه الناس اللي من هذا النوع يا اما هو عنده مشكله مع الاهلي، بدا في الاهلي ما كملش يعني كل ومش قادر ينسى بقى. فدي انا بشوفها لما انا راجل بتاع اعلام وخريج اعلام وصحافه، اما اقعد ارصد الحاجات دي كل يوم نتصدى للظاهره، انا بتعب خاصة ان الظاهرة دي انتشرت بشكل كبير. المجلس الاعلى وغير سوشيال ميديا احنا بنشوفها في الاعلام وفي قنوات ظاهرة، وبنشوف بعض النجوم وبعض الاعلاميين وهم قاعدين كل الشغل الشهري، ازاي اقعد انتقد؟ هل حد يقدر يمنع الفنانين ان هم يبقوا مذيعين؟ ابدا. هل حد يقدر يمنع لعيبة الكورة المتعلمين او الفاهمين ان هم يبقوا يقعدوا قدام الميكروفون او الكاميرا؟ لا. عادي، لا طبعا ما يقدرش يمنعه، لكن على الاقل يبقى في حساب وثواب وعقاب، ضوابط للامر، وضوابط الضوابط دي موجوده. ما نقولش هنعمل مؤتمر لمناقشه ميثاق الاعلامي، ميثاق الشرف الاعلامي موجود من قبل ما نشتغل. يعني احنا شغالين والميثاق ده موجود. اذا انا مش قادر افرق يا كابتن اسامه بين ان انا مشجع وبين ان انا راجل اعلامي ناس بتسمعني وهيعملوا زيي او هياخدوا اللقطات بتاعتي ويشتغلوا عليها، يبقى ما اشتغلهاش. ويجب على المجلس الاعلى للاعلام وهم اساتذتنا يعني ان هو يراقب هذه المساله جدا. يعني انا اذكر في احد المذيعين في التلفزيون المصري طلع قال لك الاهلي ما بيمثلش مصر من فتره، شفنا الظاهره دي حضرتها طبعا، يعني مع ان هو اهلاوي. يعني الغرابه بقى في الامر انه اللي انا اعرفه ان هو اهلاوي، انما هو عاوز يعني يعمل ترند. نوع للاسف الترند فلسفة. هو والله ولا ترند ده الترند ده، ما انت ممكن دلوقتي انا اقوم اعمل لك ترند حالا، نتخانق دلوقتي ونقلب الترابيزات ونضرب بعض، هنبقى ترند بالليل بعد ساعه، هنبقى ترند بونج ترند. فهي الفكره مش في الترند، يعني هي الفكره انه الناس بس يبقى عندها وعي شويه. وده على فكره مش كلام معناه ان احنا قدام، لا الوضع الطبيعي كده يا كابتن طبعا. فالاعلام الحكومي او اللي هو الرسمي انا بثق فيه لانه بيتراجع. يعني واحد يكتب مقال او يكتب موضوع ما بيمشيش كده، لا بيتجابوا 50 واحد بيقروه، واذا واحد عنده اعتراض بيعترض. هي المشكله كلها في وسائل الاعلام اللي هو بيسموها النيو ميديا، اللي هي بقى على اليوتيوب على كذا على كذا على كذا، اللي هو ما فيش لا ضابط ولا رابط. لكن مفروض يبقى في ضابط ورابط، مفروض انت في عندك زي ما قلنا المجلس الاعلى للاعلام، عندك كمان الهيئات اللي بتسيطر على الانترنت، تقدر تسيطر برضو كل الكلام ده. لكن هي الفكره العامه انه الجميع يجب ان يكون وراء الاهلي ووراء الزمالك ووراء الاسماعيلي لما يكون في مهمه قوميه. تمام. لما نتقابل مع بعض
كل واحد حر بقى. طب خلينا بعد ما اسال الدكتور احمد بيومي ارجع لك، وعايزين ناخد ترند كده، بس ترند ايجابي. ترند شرعي. ترند ايجابي. ايه المانشيت اللي ممكن استاذ جمال الزوري يكتبه عن مباراه الاهلي؟